هل أنت خائف من الموت؟ بل أخشى لقاء ربي. ماذا سأقول له عندما يسألني؟ ها أديت الأمانة نحو الناس أم ضيعتها؟ وكيف ترى أنك ضيعتها يا ولدي؟ أكان لابد أن أحارب العثمانيين؟ أم أردخلهم وأحقن دماء الناس؟ سأقول لك، أعلم أن أحبابك قد حاولوا إقناعك بالهرب، وأعلم كم كبت من مشقة في نفسك وقلبك لئلا تفعل، ولكني أقول لك يا ولدي إنك تحريت الصواب في كل خطوة. دماء من ماتوا ليست في رقبتك، إنهم شريرة الباغي. الناس تدعو الله أن يفرج كربك، ويعلمون ما فعلت لهم. لقد حانت ساعتك يا ولدي، قد كتب الله علي أن أشهد أسلامك، وها أنا أشهد قرب نهايتك. فاعلم أني راض عنك، والناس راضون عنك. اللهم إنا راضون عن عبدك طومان، فارض عنه.